ونجيبوها والله ما تروحي. ويا ربي وشلو صاري كونوا شرداري لعبوا عليها. معكم عماد بو معروف مغربي ورجاوي حتى النخاع. بالنسبه للقاء اللي فات ضد الفريق ضد المنتخب الفلسطيني كان لقاء جميل وجميل بزاف نظرا للكثافه الجماهيريه اللي كانت حاضره في الملعب ونظرا لروعه الملعب والمحيط اللي داير به. التنظيم كان في المستوى المنتخب كان الحضور ديالو جيد بالنسبه للاعبين كاملين يعني وحتى الاطار التقني الكبير حسين عموتة لاعب حفيدي كان هو نجم المقابله بدون منازع نظرا للاسيست اللي حط الهدف الاول نظرا للهدفين اللي سجل. وما ننساوش القائد المنظومه والتركيبه البشريه ديال المنتخب الوطني بدر بانون. نتمنوا يعني يزكيوا هذا الفوز هذا ان شاء الله غدا ضد المنتخب الاردني الساعه الواحده. وكنطالب من الجماهير المغربيه عامه سواء في قطر او خارج قطر ان تساند المنتخب الوطني المغربي وتكون مع السند الاول ونتمنى يفوز المنتخب الوطني المغربي. السلام عليكم، انا الاسم ديالي لبنى اينو مقيمه بقطر الدوحه. فرحانه بزاف بهذه الاجواء وكنتمنى المغرب ديالنا يربح ان شاء الله. انا كنحب الكره يعني من الناس الهاويين الكره. كنتمنى المغرب هذه المره ينجح حيت المره اللي فاتت تبارك الله ما شاء الله عليهم لعبوا مع دوله فلسطين وكانوا يعني بهرونا بربعة الاهداف ما شاء الله. وكنتمنى هذه المره يبهرونا اكثر ولاش لا المغرب محظوظ وان شاء الله غادي يزيد يكون الحظوظ ديالو ان شاء الله في قطر. وكنحب المغرب ديالي بزاف ومرحبا بكم معنا. معكم حسن ابو مريس مقيم في قطر من احد المشجعين ديال المنتخب الوطني المغربي وحنا حاضرين بعد المناسبه ديال كاس عرب القوه. المنتخب ديالنا جاي قوي جايين 100% باش نديو اللقب نحافظوا على اللقب ديال 2012 اللي كنا ديناها في السعوديه ان شاء الله. هذا ماتش الاردن كنا كمشجعين كنشجعوا المغرب باش يربح في هذه المقابله ديال الاردن ونمروا الى النصف النهائي ان شاء الله في الاريحيه وفي النتيجه وان شاء الله النهائي المغربي وغنديو اللقب من الدوحه ان شاء الله.